ليش عم تبكي؟ أعصابي كتير تعبانة، ماما ما عم تخليني أرتاح. كل مرة بتعمل لي قصة أضرب من التانية. معك حق، تعبت الكل. برأيي نبعتها مشوار سياحة بتريحي شوي، الضحكة اللي بعرفها بدي إياها ترجع. يلا خلينا ننام. ما بتحمل شوف دموعك. كاتيا نحن رح نوصل. لا تفوتوا من الباب الرئيسي مشان ما حدا يشوفكم. ماشي، منفوت من الباب الفوقاني من طريق الجنينة. كون أحسن، أنا رح شوف الجو برا وافتح لكم الباب الفوقاني. ماشي. لميس خانم، ست فيروز فيها تمشي؟ يمكن. نحن 5 دقايق ومنكون عند الباب الفوقاني. ناطرتكم. لو سمحت، في مفرق بعد 50 متر على ايدك اليسار، رجاء خدمني. تكرني. رح نفوت من باب الجنينة بلا ما حدا يشوفنا. عفوا، تصبح يا خير. وانت بخير. نسيت اشرب الدواء تبعي. كم مره قلت لك ما تاكلي بهالوقت؟ طيب جعت، شو ساوي؟ يلا صار لازم تسمحوا لي. تصبحوا على خير. وانا لاحقتك. وانتو كمان قوموا ناموا. انا رايحه نام كمان. شو القصه؟ في شي مو طبيعي. كانت تنام فورا بعد فيروز خانم، كانه طلعت لفوق. ما شالت عيون عن الساعه، كانه بدها تفوت حدا على البيت. تحي
بدي اقول لهم يصلحوا لها الباب. راسي عم يفتل. ما فيك تتحملي حتى نوصل على البيت؟ ليش في عندي حل تاني؟ مادموزيل؟ شوفي؟ ما في شيء. داخل انا قمنا طلعنا تمشينا شوي. بهالوقت؟ فيروز خانو؟ شو القصة؟ فيروز خانو؟ فيروز خانو؟ وين راحت؟ شو عم تعملي هون انتي؟ ولا شي. مين عم تستني؟ بعديلي هيك. انتو شو صاير لكم؟ بدك تفوتي زلمة على البيت ما هيك؟ احترمي حالك. فيروز خانو. افتحي الباب. على مهلك. انت منيحه؟ منيحه كاتيا. مي. حاضر. بدي تحكولي شو اللي صار. روحوا على غرفكم، تعبت شوي من المشي. طمن، أنا كمان بعد شوي رايحة على غرفتي. والله ما حكيت لهم، لحقوني بلا ما أحس. لسه ما سمعت جواب لسؤالي، شو اللي صار؟ فيروز خانو متسممت. من السمك. ما خبرت حدا، ما حبيت انزع عليكم السهرة. يا حرام. رحنا على المستشفى ورجعنا. لا تقولي، ليش ما اتصلتي فيي؟ ما بعرف، صارت هيك الشغلة فجأة. كمان لا تنسى انك كنت معهم، حصل خير. بس رجعنا فتنا من الباب الفوقاني مشان ما يشوفنا حدا. الحمد لله على سلامتك. رجاء إلي عندك طلب، ما تخبر حدا قبل الصبح. من هلأ لبكرة بتكون فيروز خانو متحسنت، ما في داعي نخليهم يقلقوا. ماشي. Thank you.
كيف صرتي هلا؟ أحسن. تارة أراني جامحة باتجاهي، وتارة أخرى أشعر بالأغلال تكبل قدمي تمنعاني عنه. الآن قد أدركت ما قصدت بالعجز، أعذرني. يلا روح نام وخلي فيروز خانم ترتاح. مزبوط، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا لك. هل أنا قد أدركت ما قصدت بالعجز، أعذرني. كاتيا، يا ريت تضلي جنب فيروز خانم للصبح. طبعا، ما في داعي، بوعدك اني ما رح عيدها. لا لا، مو مشان هيك، بس بلكي حبيتي تقومي او رجعت لك الدوخه يعني لا سمح الله. ما تاكليهم، رح ضل عندها. اذا احتجتي اي شيء بتدقي علي فورا حتى لو كان الوقت متاخر. مثل ما بدك. بكرة رح ننسى كل شي صار. بونوي. تصبحي على خير. وانتي بخير. لميس خانو، شكرا لك. هذا واجبي. حكيك كانت بتعرف انه رح يجوا. طيب ليش ما جابت النسيرة؟ ما بعرف، حتى المدموزيل انزعجت لما شافتنا. مزبوط اللي سمعنا لميس خانم؟ عن جد فيروز خانم غميت بجنينة؟ مزبوط، من ورا السمك. الكل اكلوا، ما حدا صار له شيء. معناتها أكيد في سمكة بيناتهم فاسدة طلعت من نصيب فيروز خانو. مع إنما أكلت أكتر ما بيأكل العصفور، كيف تسممت؟ الحمد لله اللي الدكاترة لحقوها بسرعة. ليش كمان رحتوا على المستشفى؟ يا الله، طيب معقول تروحوا وما تخبرونا؟ فيروز خانو ما حبت تخوفكن عليها، رحنا وإجينا بسرعة. يعني ما كنتوا عم تتمشوا؟ خلاص، خلونا نسكر هالموضوع بقى، تأخر الوقت. قوموا. ما في داعي سمر خانم تسمع قبل الصبح. الرئيس رضا بكرة له عندي حساب مرتب، رح خليه يحرم يتعامل بالغش ويبيعني سمك بايت. بدي أعرف على شو شايف حاله، جايب لنا سمك فاسد غشاش. هو من وين بده يعرف؟ بيكون السمك مخلوط. حتى لو كان، عمره ما حدا استرجع يفوت قطعة بايتي على مطبخي. تصبحوا على خير. وانتي بخير. جميلة، افتحي البراد ولا تخلي فيه ولا سمكة كبيهم بزبالة. ولا استني، تركيهم، أنا بكرة برميهم على راسه. بيستاهل. Thank you.
تفضل مادموزيل. صاير شي نهال؟ قلقتين عليك كتير، مالك بالعادة تتأخري لهلا؟ نمت متأخرة. ما قلت لك؟ امبارح ما قدرت نام، مسكت كتاب وقعدت اقرا لوش الصبح. نوم الليل ما بيعوض عنه أي شيء. الكل فاق؟ ايه يا الله. حتى فيروز خانم فاقت. مفهوم. يلا خلينا ننزل نفطر. سبقوني، بتدوش وبنزل. لا تستنوني، لما خلص أنا بدبر حالي. طيب، امشي مراد. بعد الفطور في عندي درس بيانو، ما رح تلحقي تعطيني اياه، شو رأيك نأجله؟ تكرم. انت أحلى مدموزيل. عيب عليك، عم تدور على حجة مشان تتهرب؟ امشي. ما في شي، حلمي بيك وفى بوعده. منيح بعد هالأمر بيطلع منه خير. شو صار؟ وين لميس خانم؟ ما رح تجي على الفطور. فيقناها، كانت نايمة. تركوها اليوم ترتاح. وهو هيك أساساً، أنا اليوم لغيت درس البيانو. تتدرب معي أو مع أختك. يا الله بلاها. ليك ناشين أسماء الشركات الدخلة بالمناقصة اللي رح تدخلها. كل هالأسماء بعرفها. شركة حلمي بيناتهم، أكيد بتقدر تساعده مقابل المعروف اللي عملوا معنا. أساساً أنا ما كنت شايفة محرزة كتير، حلال عليه. إذا سمع أنك رح تنسحب من المناقصة قلبه رح يوقف من الفرح. رح أقدم طلب انسحاب من المناقصة، بس ما رح أهتم كتير، ما رح أخبر حدا مشان المنافسة. خلي المناقصة ترسي عليه بسعر قليل. أهلين فيكي بابا. خلصتم؟ برافو، فرجيني إيده. أوه صارت مثل الحجر. ابني رح يصير كتير قوي. صباح الخير. يلا فوت عمل دوش وخلينا نفطر. ماشي. أي ماما اتصلت من شوي وبتسلم عليكي. الله يسلمها. امبارح امك اتصلت مع بابا وشكرته منيح. هلا بيكون ابوك طاير من الفرح، هالشي منيح لإلك. ابوك اخذ اكثر من اللي كان يحلم فيه، عن جد منيح. روحي، انت حابه نطلع من هون؟ لوين؟ اي مكان انت بترتاحي فيه. عم احكي عن جد، انتو اغلى شي بحياتي. ما بدي أبي وأمك يتدخلوا بحياتنا، منعيش حياتنا مثل ما بدنا. حبيبي ما في داعي نقلب حياتنا منشان هيك موضوع. بكفي نضل مع بعض وما نسمح لهم يتدخلوا بحياتنا. وعد؟ وعد. بسرعة على الحمام، ركبت كتير اليوم. نحن رجال على بعض. دخيلك حبيبي، ما بدي رجال حوالي بنوب. انت حبيبي، انت روحي. ملك العائلة بالنوم إجا. مهند خزندار. صباح الخير. صباح النور. ما كنت مفكر رح لاقي حدا بالبيت اليوم. أحد يا بيك، يلا عود لحق الفطور. الأفندي مو حاببنا نكون بالبيت شام ريحة بشرة. أبدا. قلن يعملوا لك أومليت. لا شكرا، بدي فطور خفيف. حبيبي ممكن تصبي لي قهوة؟ كيف صارت فيروز خانو؟
بعدها بغرفتها من خجلها ما عم تطلع. أنا عم بسأل عن صحتها. ما بتعرفوا؟ امبارح المسا تسممت. اه؟ أنا آسف حكيت بهالطريقة. قلت حالي بتكونوا سمعتوا. كيف تسممت؟ ما تخافي تركتها منيحة. امبارح أكلوا سمك بالبيت بس ما حدا تسمم غيرها. صارت تتوجع شوي. بعدين أخدتها لميس خانو مع المشفى. متأكد؟ تعرف إنهم عملوا منيح؟ ما خلوا حدا بالبيت يقلق عليها وفاتوا من الباب الفوقاني. ليش؟ بلا ما تاكل شي تقيل، شوربة وبس. حاضر، هلأ بخبرهم. معقول أنا آخر من يعلم؟ كيف بتخبي عني وضع الماما؟ ما كان بدي خوفك. ماما؟ شو صاير معك؟ ما فيني شي. لميس خانم قالت لك؟ مهند قال لي. مرقت على خير الحمد لله. طمنوا، أنا هلأ منيحة. بارح المساء كنت موجوعة، لميس وكاتيا داروا بالهم علي. ليش ما خبرتيني؟ الحمد لله على سلامتك. شكرا لكم يا ولاد. عم يوجعك شيء؟ لا ابدا. خليكي نايمه، كان المفروض تخبرونا. لميس خانم كانت بدها تتصل بس انا ما خليتها، ما حبيت اعذبكم معي وانزع عليكم سهرتكم. فيروز خانم اللي بعرفها كانت بتتصل شو ما صار يصير. معناتها ما بتعرفيها منيح لفيروز خانم. يعني وجعتك معدتي؟ بشو حسيتي؟ كتير اتضايقت من وجع معدتي، فجأة صرت راجع كل شي ببطني. ما حدا بالبيت صار له شي؟ بس انت تسممتي؟ كأنه السمك الفاسد طلع من حظي أنا. شو اللي صار؟ أنا كنت فوق بالصالون، إجت كاتيا لعندي وقالت لي فيروز خانم تعبانة. لما إجت كانت معدتها عم توجع، حطيتها بتاكسي فوراً ونقلتها على أقرب مشفى. وليش بالتاكسي؟ بشير ما كان بالبيت؟ كان بالبيت؟ وين بده يكون يعني؟ بس من كتر ما تلبكت نسيت إني خبره. كاتيا كذبت وقالت فيروز خانم نايمة. ليش ما حدا عرف الموضوع غير كاتيا؟ ليش حتى تفوتوا بالسر من الباب الفوقاني؟ من كتر ما كنت متلبكة. كفي لميس خانم. صار شيء وانتو عم تخبوه عنا. لو كان في شيء مهم كنت قلت لك. طالما هالشغلة مانا مهمة ليش عم تخبوا علينا؟ على قليل كان فيكم تخبرونا بعد ما اجينا على البيت. شو هالسر؟ لا تقل لسمر خانو، الله يخليك، رح تنزعج كتير. شو صار؟ فيروز خانو محاولت تنتحر، شربت كومة حبوب دواو عملوا له غسيل معدة. ما حبيت حدا يعرف، كنا رح نروح ونرجع بالسر بس شافنا مهند. حدا عرفكم من المشفى؟ استعملنا كنية تانية واتصلت بالدكتور بهاء، بعدين فوتنا على المشفى من الباب الخلفي، فريق الطبي هو اللي عالجه. بقدر بعرف انك انزعجت كتير من يلي صار. ما كان لازم نتركها لحالها. الحمد لله على سلامتك. معفاية إن شاء الله. معفاية.
ديري بالك على صحتك. تسلم حبيبي. لما كنت صغير تسممت من البوظة، بس تاني يوم تحسنت، ما صار شي. سلامتك. منشوفك. منيحة؟ ما في أي خبر بخصوص اللي صار مبارح؟ خليت كاتيا تشوف لي. بيسان، لا تخبريها، مالي حابة جواب على نفس أسئلة مبارح مرة تانية. صباح الخير. صباح النور. لسه ما فقتي ما هيك؟ أوهو، من الصبح فقت بكير وشفت الجرايد. وأنا كمان شي فتحت عيوني ركضت على الجرايد. مرقت على خير؟ هلأ قاعدين أنا وفيروز خانم قاعدة نميمة. عن جد؟ قالت لك إنها مبارح المسا اتصلت بحلمي بيك؟ لا، اتصلت وشكرته. قولي غير هالحكي. معناتها كتير ندمانة، كانت خايفة كتير. إذا بدك فهمي منها شو صار. تمام. السهرة مبارح كانت كتير حلوة، انبسطنا مو؟ عن جد؟ ما كان باين عليكم. بعدكم متقاتلين انت ونهاد؟ لا، تصالحنا. عن شو كنتوا عم تحكوا لما كنتوا عم ترقصوا؟ ولا شي، بس فركت له اذنه شوي. معناتها نفعته كتير. يلا مع السلامة، ماما بتسلم عليكي. وانتي سلميلي عليها. يلا يلا باي. كيف صرتي؟ منيحة شكرا. خلينا نروح على المشفى مشان نطمن أكتر. لا لا، ما في داعي، بدها شوية راحة وبس. مبارح المسا اتصلتي بحلمي بيك؟ لا، هو اتصل قال لني هاد انك اتصلتي واعتذرتي منه. واحد وسخ الله لا يوفقه، ما بيستحق غير اني ابزق بوشه. وقح، عم يتمتع بيلي صار. مبارح المسا اتصل وصار يتمسخر علي. انت اللي عطيتيه هاي الفرصة لحتى يحكي هيك. بكفي سمر. الله يخليكم، تركوني لحالي، أعصابي تعبانة. خلاص يوم بشعو راح، لا بقى تبكي. اجا الصياد. وقع وما حدا سمع عليه. يعطيك العافية، اجينا ناخذ الصينية. استناني شوي. الله يعطيك العافية يا طيب، اجينا مشان الصينية. جيبي الصينية. ما إلك عنا لا سلام ولا كلام يا ريس رضا، خذ سمكاتك. شكرا إلك. ليش رجعته؟ الخانم الكبيرة يلي بالبيت كانت راح تموت بسبب السمك البايت تبعك. شو انت ضيعت عقلك؟ مستحيل يصير هيك شيء. امبارح اخذنا المرة على المشفى لانها تسممت، شو بدك يصير اكثر؟ خود هدول وريحنا منهم. استنى مشان الله اقول غير هالحكي، بايدي امبارح اصطدت هدول السمكات. اللي بيقول بايتين بيكون عم يخرف. طلع فيني واحكي منيح. خلص يا ريس بلا ما تكبر. اللي بيقول سمكاتي بايتين بدي طعمياهم وبلا تنظيف كمان. في مشكلة على الباب. قلت لك أنا زلمة بشتغل بضمير وشغل نظيف. فهمنا. مين هاد؟ بابا اتركه. سليمان تعال اتركه. الرئيس رضا. ما انكن شايفينه بده يعناني بالغلط؟ لك عم قلك اصطدتهم مبارح بإيدي. في خناقة عم بتجادلوا مع واحد. سليمان أفندي معصب على الصياد مشان السمكات البايتين. كاتيا انتي فوتي لعند ماما. هاي بهدلة لإلي، انا بدي اشوف ست البيت، خليها تقلي شو صار معها.
أهلين عدنان بيك. مرحبا كنتنا. هالرجال عم يقول إنه السمكات بايتين، معقول أنا طعميكم سمك بايت يا بيك؟ أنتوا فوتوا لجوا ونحن منحل الموضوع. تمام تمام، اهدوا شوي. يا كنتنا أنت بتعرفي وشفتيني، مو بصيد السمك بإيدي؟ ماشي حصل خير، ما حدا عم يتهمك يا ريس. إيه لا عم نتهمه، معقول يلي عملوه؟ سمعت شو عم يقول؟ أنا بكفله للريس رضا. هات لشوف هلا شو بدك تقول؟ ما بدي أقول شي. تمام سكرنا على الموضوع. الصياد عرفني؟ قريت المسج تبعي؟ أنا رايح يا سمر، رح صير عبء على الكل هون. بدك تهرب؟ ما فيني أتحمل، ما بقدر اتحمل شوفه عم يلمسك. خايف صير اكرهه لعمي، خايف من حالي. لا تلمسيني. انا ما كنت هيك، سببك انت ما عاد عندي قدرة اطلع بعيون عمي. صرت حس حالي واحد تاني. وبرأيك انا كيف عم عيش؟ الوضع سخيف، كتير سخيف. صرت اكره حالي لاني خنته لعمي. وعم تكرهني كمان؟ صعب كتير، عمي ما بيستاهل الإساءة. ما عاد فيني أعيش هيك، أفضل شي روح من هون. عن جد لازم روح. بدك تسكن مع بشرى؟ يمكن روح على شي مكان لفترة، وما رح أرجع قبل ما أنسى. قبل ما تنسى؟ ليش صرت هم بالنسبة لإلك؟ ليكي ما بعرف شو صاير لي، بس مو هاد أنا. ما حدا قدر يشتتني لهالدرجة، ما حدا سيطر علي هيك، وما رح كون تحت سيطرتك. لازم أثبت هالشي لنفسي. روحتك رح تكون منيحة بالنسبة لي كمان. الموضوع ما لازم يتطور أكتر من هيك. تشوشنا شوي وتعلقنا ببعض، هي هي القصة. معك حق. صار يقول الزلمة عدنان بيك عدنان بيك. ما بسمح لحدا يحكي عن سمكاتي. طبعا بده يعصب، حكوا كتير عن سمكاته. راح؟ ايه راح.
عندك رفيق مسلي كتير، ليش ما نزلت لعنده؟ لأنه ما كان راح بنوب. عمل منيحة من تأثير صداقته مع مهند بيه. هالزلمة طيب. من وين بيعرفك؟ شافني مرة. بتتذكر لما كنا عم نعمل جولات المصالحة؟ وقت رحنا أكلنا فطاير. بالرجعة حب مهند يروح يتشكرن على اللي عملوه معه وفرحنا سوا. فهمت. يلا أنا بدي روح. لوين؟ كالعادة لعند خطيبته. رح يحرمنا من طلته لفترة. يا الله مشان الله لا تروح. قبل ما تبلش الامتحانات حابب أعمل عطلة مشان يكون عندي طاقة. عطلة شو؟ هالأسبوع عندي مباراة؟ والله نسيت. طبعا تنسى. لا تشغل بالك رح أحضرها. بس رحت بتقول عدولي. قلت لك رح أحضرها. كذاب. خلص مراد لا تنقمت ولاد صغار. رح أحضرها وعد. حبيبي مهند. تمام تمام قوم عني رح أتأخر. عمو بالإذن منك. الله معك. سلم على بشرة. يصل. بشوفكن. مع السلامة. رح وصلك. وانتي لا تعزبي حالك. قايمة بس مو معك. طالعة غرفتي. رح شوف ماما. تركيها قالت حابة تقعد لحالها. الشي اللي صار عم يعذبها لأمك كتير. الحق على مين؟ لا تضغطي عليها أكتر من هيك. اللي صار صار. مع الأسف. ماشي بدي أعطي هالزلمة درس ما رح ينساه بحياته. لا تخافي رح لاقي طريقة أحرق له قلبه فيها مشان يحرم يقرب علينا. إن شاء الله اتركه لا تعلق فيه بلا ما يحس حاله مهم كتير. أبدا إذا هلأ ما وقفته عند حده رح تضل أمك مجروحة من اللي صار. فيروز خانه بتكون أمه لسمر زي أكيل ومهمتي ذكر لنا. نعم. مرحبا نهاد، شو عم تساوي؟ منيح، عم بشتغل. يعني انت بمكتبك؟ اي نعم. شو في؟ ولا شيء. اذا كنت فاضي بدي اسألك سؤال. تحدد السعر اللي بدكم تقدموه مشان المناقصة؟ لا لسه ما تحدد. اي منيح، بس يتحدد بتخبرني فورا مشان نتصرف على هالاساس. شو اللي عم تقوله؟ كيف بتتخيل قلك هيك شيء؟ عم اطلب لاني ابوك مو منافس للشركة. ما فيك تطلب مني أعمل هالخيانة، مستحيل. عائلة عدنان مديونين إلي وأنا عم نظف وسخ فيروز خانهم، وهذا إله تمن وهنن بدهم يدفعوا إن رضيوا ولا حتى ما رضيوا. لا تفكر أني أعمل هالشي. بكفي تعاديني أنا أبوك. لا تتغابى، أنا عم أتعب كرمالك. عم وسع شغلي أكتر وأكتر مشان أترك لك إمبراطورية إلك ولولادك. وأنا ما بدي هالإمبراطورية. تركني بحالي بقى. لحظة شوي. تفضل. يلا على الاجتماع. تمام جاي فورا. ألو. ركول لا تنطرون، ما انت عبده للبيك. لا تخليه يزعل منك. انا مضطر سكر، لا تواخذني. كبر عقلك، بس يتحدد السعر اتصل فيني فورا. مو مشاني انا، انت مجبور تعمل هالشي. مع السلامة. ابنك ناكر للجميل، ما بيعرف أبوه إلا بس يتضايق، وبس شغله مشي ليكي كيف عطاني ظهره. عيلته الوحيدة إنه لهلأ ما بيعرف قديش أبوه زلمة مصلحجي. ما فيك تعمل أي شيء من دون مقابل حتى مشان ابنك؟ إيه. راح تروحي من هون على الجمعية فوراً؟
مو هلأ، عندي مشوار ضروري بالأول. طيب، معناتها بشوفك بعدين. خاطرك، مع السلامة. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. رح موت من جوع. وأنا كمان. خلينا نروح على البيت، عنا أكل كتير طيب. مو جاي على بالي أكل بالبيت. طيب، وين جاي على بالك؟ رح أخذك على مكان كتير حلو. أنا مترددة بموضوع هالمناقصة، ماني حاسة إنها شغلة مربحة. وأنا هذا رأيي، الشغلة كلها مو مستاهلة نكسف جهودنا عليها. يعني برأيكم نتركها مشان ياخذها حلمي بيك؟ كلنا منعرف قديش عم يركض وراها، إذا انسحبنا رح تفضوا له الساحة. إذا نحن قررنا ناخذها ما بيبقى لحلمي بيك نصيب فيها. وإذا عرف السعر اللي رح نقدمه بده يحط سعر أعلى منه، وهيك بتضيع منا. شو بتقصد؟ ولو الحيطان إلى أداء. أنا واثق ومتأكد إنه كل واحد قاعد على هالطاولة رح يستخدم خبرته مشان مصلحة الشركة، لذلك المزح بالموضوع مزعج. أنا بعتذر. هلأ خلونا نحكي بالسعر اللي بدنا نتقدم فيه. أنا آسف، ماني حابب كفي هذا القسم من الاجتماع. بترجاك تقعد. سليم بيك معه حق، بهالمواضيع المضاربة أمر ممكن. ماني حابب أحضر هالقسمة من الاجتماع منشان نقطع أي حديث بهالموضوع. رجاء تتفهم وضعي. عند اسمكم. أنا قلت رأيي بهالمناقصة وبعدني مصرة عليه، ماني حاسة في ضرورة إلها، بس القرار لمجلس الإدارة. أنت شو رأيك عدنان؟ بعد إذنكم رح أرجع بعد شوي. لسه في عندي كم شغلي وبحاكيكي. ماشي، مع السلامة. ابني بعده نايم يا عمري. ايه حبيبي؟ فاضي حبيبتي؟ هلأ طلعنا من الاجتماع ورايحين أنا وبيسان نتغدى. سلميلي عليه. هي معك، سلميلي عليها. وهي بتسلم عليك. بتعرف أنا كمان كنت بدي أحكي معك، لأنه كان عنا اجتماع بمؤسسة دار الشفقة التعليمية. إيه كيف كان الاجتماع؟ كتير ممتاز. لحظة بس بدي أوقف السيارة مشان أحكي معك براحتي. إيه بدي أطلب مساعدتك بموضوع حبيبي. أنت بتأمري. الدار بدها تقدم منحة دراسية مع منامة للأيتام يلي بالبلد كرمال يكفوا تعليمهم من الرابع الابتدائي حتى المرحلة الثانوية، واحتمال الجامعية كمان. بعرف. إمتى الامتحان؟ هذا اللي بدي أقول لك يا، الامتحان بواحد وثلاثين أيار. واحد وثلاثين أيار بيكون أحد. إيه طبعاً، تقديم الطلبات رح يصير قبل هذا التاريخ. جمعيتنا تبرعت بمصاريف إعلانات المؤسسة وإعلانات الامتحان كمان. الله يخليك، سوي لي اللي بيطلع بإيدك. أنا مستعد لهالموضوع بكل إمكانياتي، وحطيت مفكرة ملاحظة على اليوم. تمام، المسا بنحكي بهالشيء. فينا نقدم مساعدة عن طريق التبرعات وفينا نساعد بالإعلانات. ماشي، أنا بالخدمة. شكرا يا عمري. شو كنت بدك تقلي؟ شو رأيك نبعت أمك بشي رحلة؟ رحلة مشان تروح عن نفسها؟ إيه، محل ما بدها، خليها تروح تغير جو وترتاح، شو رأيك؟ الله لا يحرمني منك. يمكن ما تحب تروح لحالها. شو رأيك نقول لسهير خانم تروح معها؟ بيطير عقلك.
إذا بدك عزميها اليوم على العشاء، نحكي بالموضوع وبنقنع أمك. أنت بس إلا سياحة رح تروح ركض. ما في مشكلة. شو القصة؟ شايفتك عم تفكر بماما أكتر مني. حابب كل أفراد العيلة تكون مرتاحة. ما في منك. هلأ رح أعزم سهير خانو من المساء، بس أنا ما رح أقول شيء، أنت بتفاجئ ماما بالقصة، هيك ماما بتنبسط أكتر. مثل ما بدك. هلأ رايح على الاجتماع، بشوفك المساء. مع السلامة، بحبك كتير. وأنا كمان. شو صار؟ كلفني بمهمة عزيمة سهير خانو. ارتحت كتير بهالمشوار، القعدة بالبيت بتمرد كتير. أنا كل ما كان عندي وقت بمشي شوي، وأنا من يوم ورايح رح أطلع أمشي معي. برافو، كتير حلو. شوي شوي عم نتعود على بعضنا، ما هي؟ بعرف إنه بالبداية ما حبيتينا بنوب. أعوذ بالله، معقول هالحكي؟ هذا أمر طبيعي. كان في نظام بحياتك، كان في بينك وبين عدنان بيت محبة وإلفة كبير. من زمان أنا بهالبيت، بعتبر حالي فرد من هالعيلة. وانت هيك نقعد هون شوي؟ نقعد. رهنتي كل حياتك لهداك البيت ولكل الناس يلي فيه، وما فيك تفسري هالشغلة بطريقة تانية. حياتي بتكمل بوجود نهال ومراد. ممكن هيك، لما اجينا كل حياتكم تغيرت. الحقيقة انا حياتي تغيرت كمان، موت مالك بكير، زواج بنات التنتين ورا بعضهم. ما حدا بيضل على حاله. بتعرفي اني انا ما كنت رضياني على جوازة سما؟ لا ما بعرف. تجوزت غصب عني، بس هلا عم قول منيح للي تجوزت. عدنان بيك خجلني كتير، وسمر كتير مبسوطة، وانا كمان. عدنان بيك إنسان طيب ومحترم وكريم كتير. نعمة كتير كبيرة إنه الإنسان يلاقي شخص منيح يقدر يوثق فيه ويعتمد عليه، وأنا كمان مثله. بقوى كتير وبحس حالي بأمان لما بكون قريبة من عدنان بيك. منمشي بقى؟ يعني عم تقولي بكفي اليوم؟ بلش يبرد الجو. يلا خلينا نمشي. عدنان بيك، رح اترك هالتقارير على طاولتك بعدين بشوفه. ماشي. كتير تضايقت من الحديث اللي صار بالاجتماع. سليم بيك تخطى حدوده. بشكرك على شعورك هاد، بس انا عن جد ما انزعجت منه، معه حق يفكر هيك، بس ما لازم كان حكى بالطريقة. منيح اللي حكى، وإلا كان ممكن يكون محل شبهة. وقتها كنت رح انزعج أكثر. بعدين أنا رجل للميدان، أنتو كسبوا المناقصة وأنا بشتغل فيها، ما عندي شك أبدا. لا تشوفي هيك، ما نوع عم يظهر بس متضايق. الحقيقة ما كنت متوقع هالشاب يكون هيك، تفاجأت بردة فعله. أنا بوثق بنهاد لأنه شاب نزيه، ما حب يسبب وجع راس لحدا. برافو. عم اسمع لهجة مجاملة بصوتك. أنا عم بحكي هالحكي لأني بعرفه منيح. نهاد ما تصرف هيك مشان يحمي أبوه. أنا ما قلت هيك شي، أنت اليوم عم تعطي علي. أنا متأكد أبوه رح يضغط عليه، وأكيد رح يحاول يعرف منه السعر اللي بدنا نقدمه، ونهاد ما بيقدر يعطيه، ويمكن كانت العلاقة بيناتهم رح تصير أسوأ. بس هلأ فيه إلو ما بعرف بنوب. وإنت مفكر حلمي بيك رح يصدقه بهالسهولة؟ كل ما حس بأنه نهاد عم يخبي عنه رح يضغط عليه أكتر، ورح يعذب هالشاب أكتر. أنا هالحكي ما بقوله بسهولة بحق حدا، بس عن جد أنا كتير بكرهه لهالزلمة. أنا عم حضر له شغلة رح تخليه يحكي مع حاله. عم تفاجئني كتير. هو هيك بده. أنت ما بدك يعني ندخل على المناقصة معا؟ قلتها أكتر من مرة، ما بدي. وأنا ما بدي. رأيك عنها معك حق،
بعد كم سنة هالمشروع ما رح يساوي 5 قروش. اسمعي شو رح نساوي. رح نحط أقل سعر وبعدها رح نشوف شو بيصير. ممتاز، يعني رح تتركها لحلمي بيك؟ ايه، بس ما رح خليه يكسب المناقصة إلا بخمس أضعاف على القليلة، لأنه رح يفكر بأنه نحن حطينا سعر عالي كتير. أنت بعمرك ما عملت هيك شغلة؟ بس هالزلمة بيستحقها، ما هيك؟ فاجأت سهير لما سمعتك عم تعزميها. شو بدها تعمل لما رح تسمع عرض عدنان بيك؟ أكيد رح تنفلج وقت رح تسمع هالعرض. كيف نكشتي هالمحل؟ أكله كتير طيب. لقيته بالصدفة. لحد اليوم ما قدرت أفهم. رح أقول لك شغلة، اكتشاف شخصيتي عبارة عن مغامرة رائعة. أول شي ما بفتهمك. راحت. طلعي بصحنك أحسن لي. شو عم تفكري؟ ولا شيء. عم تخبي عني؟ شو كنت عم تفكري؟ اليوم الأربعاء مهي؟ ايه؟ ما تأخذيني، بس لازم أقوم فورا، نسيت اليوم مباريات مرة. رح ينزعج كتير إذا ما رحت، أنا آسفة. روحي روحي بسرعة. شوفك بعدين. بوسي عني. يلا يا أولاد تعالوا الاجتماع، تعالوا تجمعوكم. أهلا وسهلا. فاجأتني وفيت بوعدك. وليش حتى تتفاجأ؟ حتى سمر عندي اجتماع اليوم، ما رح تجي، خفت تكون لحالي بالمباراة. رح نبلش. يلا خليني أشوف لعبك، طلع فيني لعاب منيح ولا تخليني اندم لاني اجيتها. خلص رح حط اول سلة على شرفها. يلا لشوف، تحرك. العبوا منيح وخلوا هالمباراة حلوة. يلا باص، اعطيه باص. اعطيه باص.
في رميتين. ارجعوا لورا الخط. يا بطل طالما ما عم تطلع معها، ليش إلك كم يوم ما مريت؟ خفت، عن جد خايف إذا شفتك أنسى العهد اللي قطعته على نفسي. هاي نحن هون ولسه متذكرين، معناتها ما في خطورة. عمو عدنان بيعرفك شو هي؟ لا، لأنه نحن ما حكينا عن المباراة. حتى مراد حبيت أعمله إياها مفاجأة. بدك تشوفيني. ليش هالقساوة؟ طيب ليش ما عم تساعدي؟ أنا عم حاول، عم أعمل كل جهدي مشان ما فكر، بس ما عم بقدر. عم تفهم؟ أنا مشاعري صار كتير ملخبطة وصورتك قدام عيوني. لما بشوفك قلبي بصير يدق بسرعة، بدي إياك معي. هذا اللي عم بصير مو بإيدي. أنا كثير اشتقت لك. مراد طول بالك شوي. تمام، ما في شيء. في وجع؟ هلا هيك ما في، بس ادعس بترجع. الدكتور طمنا عليك وقال ما فيها شيء، بس قال بدك ترتاح كم يوم. قال لي حتى انت وقاعد ارفع لفوق. هالشغله ثقيله. حمود الله انه ما في كسر، رد بسيط. الحمد لله بس هيك. ما عاد فيني اخذ صوره مع الكأس. العوض بسلامتك. بكره منظبط لك صورتك على الكمبيوتر. منخليك واقف ورافع الكأس بالملعب ولا يهمك. ما قدرت كفي المباراه النهائية، هذا الشيء اللي زعجني. برايي انا لولاك ما فاز الفريق. عن جد كنت البطل. وكيف عرفتوا هالشي؟ ذاتا انتو ما شفتوا المباراة. كل ما طلعت فيكم شوفكم نازلين حكي. حكا ما طلعتوا علي بنوب. معقول؟ نحن رحنا كرمالك. شو هالحكي؟ هلأ انا رحت بدال نهال ولميس خانم على المباريات بتقول عني هيك؟ الله يسامحك. روحي، هذا بده يطالع عصبيته فيكم. بعدين مهند كان عم يشرح لي قواعد اللعبة ولولا هيك ما حكينا. بس بعترف اني ما شفت الوقعة. بلا ما نعمل زحمة بالغرفة، انا طالع. ونحن لازم ننزل عيب كرمال سهير. وانتو كمان قوموا لنقعد شوي تحت. بابا انا حابة اليوم اكل مع مراد. هي هي اختي. وانتي كمان خليكي معي يا لميس خانم. ايه تكرم. طالما هيك رح ابقى انا كمان. نحن ما عنا مشكلة.
كلكم ابطال كلكم. خلص انا رح خبر سهيلة تجيب لنا اكلنا لهون. يلا حبيبتي. لحظة حبيبي. والله ما فيني اوصف لكم قديش انبسطت لما اتصلت فيني سمر وعزمتني. ما بتعرفوا قديش هالحادثه هزتني من جوا. لهلا ماني مصدقه. رجاء داخلي من هذا الموضوع، سكري. لو كان نزل الخبر بالجرايد كنت وقتها شفتي ضيقه الخلق على اصولها. الحمد لله انه حلمي بيك تدخل، لولا ما كنا هلا قاعدين وعم نحكي ونحن مبسوطين. بتمنى تسكري هالموضوع رجاء. ماشي روحي، انا اسفه. رح روح شوف عدنان وسمر وبرجع. هيك؟ ليش هالحكي؟ شو؟ اها ابن الحلال عن ذكره ببان، جاي اشوفكم. ما تاخذونا، نحن كنا عند مراد. وكيف صار؟ منيح. نهال البقية رح ياكلوا معه حتى ما يمل لحاله. يا روحي، عينه صابته لهالولد. كان لازم تقليني لجيب الشيخ، كان سكب له رصاصة. شو؟ كأنكم ما جاتوا. معقول ما جعنا؟ يلا تفضلوا. تفضلوا. يلا. شفت بعينك ما؟ شي اني قعدت على الاكل بلش يبكي. كأنه ما بده يقعد لحاله لو جبتيه. استنى شوي هلأ سكت، اذا بكي بجيبه. شو ما اكلت عم تستناني؟ شبعان حبيبتي. شو صاير؟ من لما اجيت وانت مهموم؟ ما في شي. بابا رجع يضايقني. رجع ينق على راسك ما هيك؟ كان باين من الاول. يا ريت نقه بس. بده يعرف مني معلومات سرية عن الشركة. لا تقولها. قال إلو عندي وحدة. وعدنان بيك فايت بمناقصة جديدة هلأ وبابا بده سعرها مني. بس هذا عيب، هي اسمها خيانة. أنا رديت عليه بس بعرف إنه ما رح يسكت، رح يضغط علي. لهالسبب أنا طلعت من اجتماع سعر المناقصة. أي معلي ما قصرت. قله ما حضرت الاجتماع وما بعرف. رح أقله هيك بس ما رح يسكت، وخايف يبدأ بالابتزاز. قلتك يعني رح يستغل حادثة ماما ويبلش يبتزنا؟ هاي الخطوة الجاية، أنا متأكد. اوعك نهاد، اوعك تساوي هيك. إذا هالمرة أثر علينا أكيد رح يستخدم هالأسلوب معنا عطول. اتركه خليه يعمل اللي بده إياه. شو هذا يا؟ يا ريت ما طلبت مساعدته، يا ريت. شو بدي أعمل؟ عادي أنا بجيبه. هاي مفاجأة كبيرة. يسلموا كتير يا عدنان بيك. والله ما بعرف شو بدي أقول. العفو. كنت بتعرفي بس ما قلتي لي، ما هيك؟ أنا مثلك هلأ لسمعت بهالشي. عدنان قالوا انه هي الرحله رح تريح لكم اعصابكم. انتوا قرروا امتى ولوين بتحبوا تروحوا، انا جاهز. انا ما بتفرق معي، خلي القرار لفيروز. هالشي اجى فجاه فلازم فكر. اذا بدك غمض عيونك وحطي اصبعتك على الخريطه. لا مو لهالدرجه. شو رايك بايطاليا؟ حلوه. هلا انا بلشت غار. اذا بدك روحي معهم. لا يا روحي معقول. وليش لا؟ تعي معنا. ما بروح على مكان بلا جوزي. يلا تحرك عدنان، اجت الفرصة لترتاح. انت بتعرفي ما فيني، لانك بتعرفي قديش عنا شغل. نسيتي المناقصة الجديدة؟ مين بيحذر مين هو اكبر منافس إلنا فيها؟ لا تقولوا حلمي بيك. حلمي بذاته رح تكون المنافسة كبيرة، بس حطينا سعر محترم ما رح يقدر يتجاوزه. حطينا أعلى سعر بنقدمه بحياتنا كلها، شي 985 مليون. عدنان، 985 مليون؟ كتير عالي هذا السعر. مظبوط.
ايه بس يا عدنان، معلومات مثل هاي سرية ما لازم تطلع برا الشركة. عم نحكي حديث عائلي. وأنا ما قلت غير هيك، بس أنت لازم تنتبه أكتر. الحيطان إلى أدان، وحلمي بيك أكيد مو نايم، أكيد هو بده يعرف السعر بأي طريقة. أنا متأكد أنه ما رح يكسر سعرنا، هذا مستحيل. ما في شيء اسمه مستحيل. مستحيل لهالسبب رفعت السعر كتير، وعلى كل حال ما رح يقدر يأمن هيك مبلغ. أنا بخاف من طمع هالزلمة، بكرة بيدور وبيتدين وبيدبر حاله. ما رح يلاقي، هالمناقصة إلنا، فيك تطمني. شايفة قديش حلوة؟ هاي اجتمعنا كلنا بهالغرفة. بس كتير ضروري بعد الأكل نهوي الغرفة شوي. ايه الغرفة صغيرة رح اختنق. بدك انزلي هلا. هاي بشرى ما؟ يا لطيف شو حشري؟ شو دخلها؟ ألو حبيبتي، ما تواخذيني ما اتصلت فيكي. شو وينك هلا؟ راجعة هلا على البيت. ما اتصلت فيني، قمت قلقت عليك. مراد تعبان، حبيت اليوم ابقى عنده. معقول وضعه سيء لهالدرجة؟ لا لا لا، بس نفسيته تعبانة وحبيت ضل عنده. رح ابقى هون فلا تستنيني. يا الله حبيبي، والله أنا كتير عم اشتاق لك. ماشي الحمد لله على سلامته. لحظة شوي، خدي انتي حاكي. ألو كيفك بشرى؟ حبيبي كيفك هلأ؟ منيح. انت شو حاكي له؟ وقعت على الأرض. حبيت أقضي الليلة بالبيت معكم بشغلطت. شكرا بشرى، يسلموا كتير. لا ولو، ما في غلط بنوب، كلنا رح ننبسط. لا رد بسيط ما في شي. حبيبتي الوقت متأخر، أنا آسفة. بس كيفك؟ أنا منيحة وإنتي؟ أنا منيحة، وهالشي بفضل حلمي بيك. ما حبيت اتصل فيكي حتى ما ضايقك. ولو مو بيناتنا، أنا آسفة ما قدرت أمرق. حتى ما شفت حلمي بيك كرمال أشكره على كل شي عمله كرمالنا. قلت على القليلة بتصل وبشكره. حلمي بالبيت؟ إيه بالبيت. إذا فاضي ممكن أحكي معه؟ لحظة حلمي، حلمي سهير. ألو حلمي بيك، مرحبا. أهلين كيفك؟ شو بدي يكون فيني؟ منيحة كتير بفضلك. أصلاً ما كنت بدي أشكرك إلا مع هدية محرزة، بس ما زبطت. لا ما في داعي. ومع هيك لا تخاف حلمي بيك، لأنه ما رح مرق لك ياها هيك. في إلك عندي خبر بمليون ليرة، يا ريت تقبله كهدية. أنا اليوم كنت معزومة على عشاء بيت زياكيل. إيه صحة وهنا. كانوا الكل هنيك، كنت مع العيلة على العشاء. بعدين فتحوا حديث عن الشغل مع عدنان بيك. أنا لما ذكر اسمك عطيتهم إذني بدون ما خليهم يحسوا. شي حلو، وليش نذكر اسمي؟ هلأ أنا ما بفهم بهالقصص، بس كانوا عم بيحكوا عن شي مهم، عن مناقصة أو عن هيك شي. إيه؟ شو إيه؟ هدول الجماعة بدهم ياكلوا السوق لأنهم حطوا سعر عالي كتير. سمعتي الرقم شي؟ 985 مليون. شو؟ هن مفكرين إنه ما فيك تدفع أكتر. أنا حبيت خبرك. وإن شاء الله تستفيد. استفدت كتير عن جد، انتي قدمتي لي هدية كبيرة. كتير انبسطت. طبعا اذا طلع الرقم صحيح. صحيح، سمعته منيح؟ هلأ انا انبسطت. كتير منيح. رح اطلع برا البلد فترة، بس ارجع بدي شوفك. ماشي رح نلتقي. يلا بدي سكر. طبعا.
تصبح على خير. تروحي وترجعي بالسلامة. شكرا. عم تشكرني. بيت زياكيل كانوا عم يحكوا بالمناقصة قدام سهير. محبينك عم يكتروا. قولي ما شاء الله. آخ والله أنا من زمان ما ضحكت كل هالقد. بس لعبة حلوة كتير عدنان بيك. كمان أنت لعبتي دورك كتير منيح. لا وقال أنا مستغربة من الحكي. أنا حسيت إنه في شي غريب بس ما فكرت إنه في هيك لعبة. أنا فكرتك فهمانة. لا بعمري ما فكرت إنه عدنان بيك بيطلع بإيده هيك شغلات. بجوز لهالسبب. ولأنه حلمي هيك رح يفكر بالطريقة أكيد رح يوقع بالفخ. ما عم صدق إنك عملت هيك يا عدنان بيك. هيك بتكون انتقمت وزيادة شوي. يسلموا كتير. شكرا. انت احييتني من جديد. لميس خانم تفضلي لهون. مرسي. رايحة نام. تصبحوا على خير. وانت بخير. انت بخير. انا بدفع نص عمري بس حتى شوف وشه لما بتطلع نتائج المناقصة ويعرف انه دفع هالمصاري على الفاضي. هذا بكفيني وما عاد بدي روح لمحل. هلأ اللي عملته ما كتير صحيح بس حلمي بيك بستاهلها. هذا رأيي. لوين؟ رح طلع الأولاد. هيك رح يتعود. رح يضل ينق علينا لحتى يطيب. واهتمي فيه ما عندي غير هالأخ. عم يزودها ما شفت؟ شوي تاني رح يطلب منا. شش. كبري عقلك. تصبحي على خير. وانت بخير. أنا بحبك. بحبك. أكيد سمر كمان انبسطت. نحن ممنونين يا عدنان بيك. العفو. كنت بدي أحكي كلمتين مع لميس خانم. أنا رايح شوفها من بعد إذنك. خليني روح. الله يخليك. روحي. ماشي. روحي هلا. سيطر على حالي. بدي انسى كل شيء. شوفي انت ليش فايقة هلا وشو عم تعملي هون؟ حطيت ثيابي بالغسيل.
بعرف كيف بدي أشكرك على اهتمامك الكبير فيروز خانم. أنت ما بس حليتي هالمشكلة، ما تركتي لها أزهر. وأنا انبسطت لأنه هالمشكلة ما كبرت. وين راح عدنان؟ نزل لتحت، راح يحكي لميس خانو. تعي عادي، هلأ بيجي. يعني أنا بعرف ما كل واحد بيعرف يتصرف، خاصة بالأوقات الصعبة، وأنا كل عمري معجب بهالقدرة اللي عندك. أنا رايح أشوفه. غلط شي؟ لا، بس إنه اسمع هالكلام الحلو منك ما بتعرف شو بيعني. لا، أكيد في شي ثاني.